جريمة جديدة تستهدف هذا الحي الآمن، حي الزهراء في مدينة حمص. طبعا هذه الجريمة الكبرى التي يرتكبها تستهدف الشعب العربي السوري، تستهدف مستقبل هذا الشعب، وخاصة بعد أن حقق الجيش العربي السوري الانتصارات الكبرى وأصبحت مدينة حمص مدينة آمنة بعد انسحاب وذهاب المسلحين من هذه المدينة نتيجة اتفاق الوعر. قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري والقوى الأمنية الأخرى كانت بالمرصاد لهذه الجريمة اليوم، عندما تم متابعة هذه السيارة التي تحمل مفخخات وحصرها بمكان ضيق جدا ليكون عدد الشهداء أقل وعدد المصابين أقل. متابعة القوى الأمنية في هذه المحافظة على قدم وساق، ولن نسمح للإرهاب أن ينال من عزيمة الشعب العربي السوري. التضحيات مستمرة، التضحياتنا مستمرة حتى تحرير آخر شبر من الأرض العربية السورية. كما ترون السيارة هي عبارة عن حطام، أجزاء بسيطة متناثرة، هناك معلومات أولية قيد التحقيق، ولكن الإرهاب لم يتمكن من النيل من هذه المدينة، ولن يتمكن من النجاح، ولن يتمكن من إلحاق أضرار كبيرة بأهالي هذه المدينة.